Welcome, my dear students. Today I'd like to present a comparative study of sounds in English and Arabic. اهلا وسهلا بكم طلاب الاعزاء. اليوم اقدم لكم دراسة مقارنة للاصوات في اللغة الانجليزية واللغة العربية. First part, الجزء الاول. We can describe consonants in terms of where they are articulated, produced. That's called place of articulation, or in terms of how they are articulated, produced. That's called manner of articulation. Firstly, we are going to study place of articulation because it's so easy and clear to be identified. نحن نستطيع أن نصف الأصوات الصحيحة بمعايير المكان الذي تنطق منه. وهذا ما يسمى بمكان النطق place of articulation أو بمعايير الكيفية التي تنطق بها وهذا ما يسمى بكيفية النطق manner of articulation. أولا سندرس مكان النطق بسبب سهولتها ووضوح تحديدها. Firstly place of articulation أولا مكان النطق. Number one bilabials الأصوات الشفوية تعريفها sounds are produced with using both upper and lower lips as in الأصوات الشفوية أصوات تنتج باستخدام الشفتين العليا والسفلى كما في اللغة الإنجليزية عندنا صوت ب in book bed نظيره في اللغة العربية صوت الباء في كلمة باب بدر. الصوت الثاني الشفوي في اللغة الإنجليزية sound p in put pass لا يوجد له نظير في اللغة العربية الفصحى لكن هنالك لفظات مشابهة له في كلمات تحتوي على حرف الباء في اللهجة المصرية على سبيل المثال كلمة برافو. الصوت الثالث الشفوي في اللغة الإنجليزية sound m in mat math نظيره في اللغة العربية صوت الماء في كلمة ماجد أو مكتب. الصوت الرابع الشفوي في اللغة الإنجليزية sound w in walk way نظيره في اللغة العربية صوت الوا في كلمة وعد وصل. Number two, labiodentals الأصوات الشفوية الأسنانية. Sounds are formed with the upper teeth and the lower lip as in. الأصوات الشفوية الأسنانية أصوات تتشكل مع الأسنان العليا والشفة السفلى كما في اللغة الإنجليزية عندنا الصوت الأول sound th in fart photo laugh وراح نلاحظ على spelling في الكلمة الأولى عندنا حرف الاف ولا الصوت الف fart وفي الكلمة الثانية عندنا الحرفان p h ولا الصوت الف في كلمة photo وفي الكلمة الثالثة عندنا الحرفان g h أيضا ولا الصوت الف في كلمة laugh نظيره في اللغة العربية صوت الفاء في كلمة فاز أو كلمة فهد. الصوت الثاني الشفوي الأسناني في اللغة الإنجليزية sound the in van very لا يوجد له نظير في اللغة العربية الفصحى لكن هنالك لفظات مشابهة له في كلمات تحتوي على حرف الفاء في اللهجة المصرية على سبيل المثال كلمة ذلة. Number three, dentals, الأصوات الأسنانية. تعريفه, sounds are formed with the tongue tip behind the upper front teeth, as in. الأصوات الأسنانية أصوات تتشكل بقمة رأس اللسان خلف الأسنان الأمامية العليا. كما في اللغة الإنجليزية عندنا الصوت الأسنان الأول sound th in three, thousand. نظيره في اللغة العربية صوت الث في كلمة ثوب ثريا.
الصوت الأسنان الثاني في اللغة الإنجليزية sound the in that the نظيره في اللغة العربية صوت the في كلمة ذلك deep. Number four alveolars الأصوات اللثوية تعريفة sounds are produced with the front part of the tongue on the alveolar ridge, which is the rough bony ridge immediately behind and above the upper teeth, as in. الأصوات اللثوية أصوات تنتج بوضع الجزء الأمامي من اللسان على اللثة، وهي الجزء العظم الصلب المحزز الموجود خلف الأسنان العليا باتجاه داخل الفم وفوقها. أول صوت عندنا لثوي في اللغة الإنجليزية sound t in tree top، نظيره في اللغة العربية صوت الت في كلمة تمر تحرير. الصوت الثاني اللثوي في اللغة الإنجليزية sound d in dress day، نظيره في اللغة العربية صوت الد في كلمة دلو دب. الصوت الثالث اللثوي في اللغة الإنجليزية sound s in sit city، وأيضا لاحظ هنا spelling الإملاء في الكلمة الأولى الحرف s ولا الصوت s sit، وفي الكلمة الثانية الحرف c ولا الصوت s city، نظيره في اللغة العربية صوت الس في كلمة سيف أو كلمة سرير. الصوت الرابع sound z in zoo raise، وأيضا لاحظ spelling الإملاء في الكلمة الأولى حرف الزت ولا صوت الز زو، في الكلمة الثانية حرف الأس ولا صوت الز raise، نظيره في اللغة العربية صوت الز في كلمة زينة أو زرافة. الصوت الخامس sound n in night north، نظيره في اللغة العربية صوت الن في كلمة ناس نور. الصوت السادس sound l in lit lap، نظيره في اللغة العربية صوت ال في كلمة ليث ليل. الصوت السابع sound r in read write، نظيره في اللغة العربية صوت الر في كلمة رأي رأس. Number five palatals الأصوات الحنكية تعريفة sounds are produced with the tongue and the hard palate which is behind the alveolar ridge as in. الأصوات الحنكية أصوات تنتج بتقريب اللسان من الحنك، وهو الجزء الصلب لسقف الفم الذي يقع خلف اللثة. الأصوات الحنكية في اللغة الإنجليزية صوت الأول sound sh in shout she، نظيره في اللغة العربية صوت الش في كلمة شيء أو كلمة شمس. الصوت الحنك الثاني في اللغة الإنجليزية sound ch in child chair، لا يوجد هذا الصوت في اللغة العربية الفصحى لكن يوجد في بعض اللهجات كما في نطق كلمة شاي بالعامية chai. الصوت الثالث الحنكي sound j in pleasure treasure، صوت الج ينطق بكيفيات متعددة بحسب اللهجات العربية. الصوت الرابع صوت ج in judge gym، وأيضا لاحظ spelling الإملاء في الكلمة الأولى حرف الجي ولا صوت الج judge، وفي الكلمة الثانية حرف الجي ولا صوت الج gym، نظيره في اللغة العربية صوت الجيم كما في كلمة جميل، وينطق بكيفيات متعددة بحسب اللهجات العربية مثلا اللهجة المصرية جميل. الصوت الخامس sound ي in you yet،
صوت الياء موجود في بعض اللهجات العربية كلفظ حرف الجيم في اللهجة الكويتية في نطق كلمة دجاج دياي. نمبر 6 ذيلرز الأصوات الطبقية الحنكية تعريفها sounds are produced with the back of the tongue against the soft palate or the velum as in الأصوات الطبقية الحنكية أصوات تنتج بارتكاز مؤخرة اللسان على الطبق اللين سقف الفم وأمثلة على الأصوات الطبقية الحنكية في اللغة الإنجليزية الصوت الأول sound k in kid cock وأيضا لاحظ هنا spelling الإملاء في الكلمة الأولى عندنا الحرف k ولد صوت ال k kid وفي الكلمة الثانية الحرف c ولد صوت ال k cock نظيره في اللغة العربية تقريبا مع بعض التعديلات عليه صوت ال k في كلمة كوب أو كتاب صوت الثاني g sound g in go give الصوت العربي المشابه لصوت الجا موجود في نطق بعض اللفظات القديمة أو بعض الكلمات التي تكتب بالقاف وهو صوت الجا الذي يستخدم بديلا للقاف في كثير من اللهجات العربية المعاصرة وفي الجزيرة العربية خاصة الصوت الثالث sound ink in sing sang نظيره في اللغة العربية صوت الغنة ويوجد في تجويد القرآن الكريم خاصة في نطق صوت النون إذا تلتها القاف مباشرة مثل انقام نمبر 7 glottals الأصوات الحنجرية There is one sound in English that is produced without the active use of the tongue and other parts of the mouth. The sound is here at the beginning of have and house. The glottal is produced in the glottis, that is the space between the vocal folds in the larynx. هنالك صوت واحد حنجري في اللغة الإنجليزية ينتج بدون استخدام فاعل للسان أو أجزاء الفم الأخرى عندنا صوت الهاء في بداية كلمة house أو كلمة have الصوت الحنجري ينتج في فتحة المزمار وهي الفراغ بين الطيتين الصوتيتين في الحنجرة نظيره في اللغة العربية تقريبا صوت الهاء كما في كلمة هدى أو هواء أخيرا عندنا شكل مقطعي للرأس لاحظ هذا شكل مقطع الرأس عندنا هنا نوز الأنف وعندنا هنا upper lip الشفة العليا lower lip الشفة السفلى upper teeth الأسنان العليا lower teeth الأسنان السفلى هنا عندنا alveolar ridge لثة الأسنان هنا عندنا hard palate سقف الفم الصلب هنا عندنا soft palate أو velum سقف الفم اللين عندنا هنا tongue اللسان عندنا هنا pharynx البلعوم عندنا هنا larynx الحنجرة Thanks for watching I hope you have got benefit of this lesson I'm your English teacher Ahmed Elif Ismail Goodbye.